السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هل من سؤال أو استفسار قبل أن نبدأ؟ طيب، إن كان ثم سؤال أو استفسار أو نبدأ حتى لو كان الحضور قريبا، يعني لا بأس، من حق من حضر أن يعطى يعني حقه من الشرح والتدريس. هل لي سؤال حول المنهج حول يعني بعض الفروع أو المسائل؟ طيب، نحن وقفنا في المحاضرة الماضية أظن عند يعني مسائل الربا أظن، طيب هل في استعداد لبعض الأسئلة؟ يعني مثلا في مسألة وضع الجوارح، في مسألة وضع الجوارح طيب بعد هي آخر تقريبا نص الطلاق من المحاضرة الماضية. من المراد بمسألة وضع الجرائح؟ هل لديكم فكرة عنها؟ يعني لو أصيب الثمر ب يعني آفة سماوية لا صنع للأدم فيها مثل المطر الشديد أو البرد الشديد أو الحر الشديد أو الجراد الذي يأكل المزروعات أو الآفات الغذائية التي تصيب الثمار عموما. يعني شخص اشترى ثمرة من زراعته ثم أصيب شيء من هذه الآفات، أصيب بشيء من هذه الآفات والثمر ما زال في أمهاته لم يقطع ولم يخرف، فيصيب الثمر في أمهاته، من الذي يتحمل الخسارة؟ من الذي يتحمل الخسارة في هذه الحالة؟ هل الذي يتحمل الخسارة البائع أو المشتري؟ الجواب أن الذي يتحمل الخسارة إذا كان التلف لكل الثمر أو لغالبه هو البائع، والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحلك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي رواية مسلم قال إذا منع الله الثمرة
حينما تستحل مال أخيك. يعني الله عز وجل منع هذه الثمرة بإصابتها، بتقديره عز وجل، بتقديره عز وجل، فأصابتها آفة سماوية، آفة سماوية، فمنع الله الثمرة. فكل هذه الأحاديث والروايات تدل على أن البائع هو الذي يتحمل هذه الآفة والمصيبة، ولا يتحمل المشتري منها شيئا. فالواجب عليه إذا كان قد دفع له الثمن أن يعيده إلى المشتري. بعض الفقهاء علق أيضا هذا المثل، قال المراد بالآفة التي تصيب كل الثمر أو أغلبه. آفة وضع الجوائح تكون الآفة قد أصابت كل الثمر أو أغلبه. ولهذا لما يعني تكلموا عن هذه وضع الجوائح تكلموا عن ما قد يعد من وضع الجوائح لكنه ليس منها، فيما إذا كانت إصابة لبعض الثمرة وليس لكل الثمرة، فإن المشتري يرجع البائع من قبل الثمر يوم القدر، لأن الحديث تضمين البائع جائحة الثمر بأن قبض الثمرة على رؤوس النخل بالتخمير وفي حقيقة قبض غير تام، قبض غير تام. فإذا ما يعني قبض الثمار على رؤوس النخل إنما يكون بالتخلية، ليس هو إقبابا حقيقيا، ما في نقل إلى بيته ولا أيضا في رؤوس النخل، وفي كل يعني مرة كل يوم وكل أسبوع يأتي ويخلف شيئا من هذا التمر ويبقي ما تبقى حتى يتم صلاحه. فلهذا يبقى على رؤوس التمر مخلا بينه وبين المشتري، هذا هو القبض في الثمرة، وليس القبض الحقيقي إنما القبض التخلي، يخلي البائع بين المشتري وبين هذا هذه الشجرة والنخل، ويعني يمكنه من خرافه بكل فترة حتى يتم صلاحه ويقطع الشجر عنب أو تكون نخيل أو غير ذلك من أنواع. فإذا خلى بينه وبينها يعني اشتراها اليوم كان خاص ترى المزرعة تحت أمرك مثل ما عرفت، فتعال اخرج ما تشاء من الثمر أو من التمر. فبعد ذلك أصابتها آفة سماوية، حر شديد أو برد شديد، أو أصابها أتى عليها جراد وأكل الزروع إذا كانت من الحبوب ونحوها. فالجواب الذي يتحمل هذه الخسارة هو البائع عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بوضع الجوارح وأمر بائع أن يرد الثمن على المشتري. هذا إذا كان التالف هو شيئا كبيرا، كل الثمرة أو جزء كبير من يتحملها المشتري. إذا كان التالف شيء يسير، أتت مثلا عصافير أكلت بعض الثمر أو سقط بعض الثمر على الأرض ونحو ذلك، شيء يسير، هذا لا يعتبر، لأن القاعدة أن الأشياء اليسيرة في الشريعة مرتفقة، الأشياء اليسيرة في الشريعة مرتفقة. لهذا يعني يرتفع الفقهاء الغبن اليسير، الغرر اليسير، الجهالة اليسيرة، مثل هذه الأشياء اليسيرة غير مقصودة تكون مرتفقة في الشريعة. طيب، سؤال تطبيقي، مستعدون للجواب؟ هل أنتم مستعدون للجواب؟ طيب، في مسألة وضع الجوائح أنا أعطيكم طبعا طريقة الأسئلة في الاختبارات في التالي عن بعد هي طريقة نمطية واحدة ما تتغير، طريقة نمطية واحدة ما تتغير. نعم، للاختبار رفعت يدها عندها سؤال. طريقة نمطية ما تتغير، يعني
يأتي السؤال، يرد السؤال ثم يوضع بعده خيارات، أو يرد السؤال ويقال هذا الجواب صح أو خطأ. فمسألة مثلا في مسألة الجوائح، السؤال مثلا يمكن أضع سؤالين، أقول على سبيل المثال علل العلماء تضمين البائع جائحة الثمرة اختر الإجابة الصحيحة من هذه. السؤال علل العلماء تضمين البائع جائحة، ما معنى قولهم تضمين البائع جائحة الثمرة؟ أنا أجيبه بسرعة، ما معنى قولهم تضمين البائع جائحة الثمرة؟ ما معنى قوله تضمين البائع جائحة الثمرة؟ جيبوا هل من جواب أول عطله، بس لابد نعرف معنى السؤال حتى نعرف كيف نجيب عليه. خلونا الآن في معنى السؤال، ما معنى قوله تضمين البائع جائحة الثمرة؟ ما السؤال صعب لهالدرجة؟ ها الأخت اللي رفعت يدها تجي. ما أدري لماذا يعني يتم رفع اليد، ما أدري شو السبب، هل هو طلب الإجابة؟ لا لا، لا تخلط بين أمرين، لا تخلط بين أمرين، لا نخلط بين الأمرين. في مسألة بيع الأصول الثمار نقول لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا يجوز بيع الحب حتى يشتد أو يبدو صلاحه. ما لها علاقة بالمسألة، نتكلم في مسألة خلاص بدأ صلاح الثمر واشتد الحب وباعه بالفعل، باع هذا الثمر أو باع هذا الحب في سنبله، وقال المشتري تفضل هذه المزرعة تحت أمرك، كل يوم تعال خذ من المحصول ما يعني ما المحصول اللي اشتريته وخذ من ما تريد، يوم يجي ياخذ له كل يوم يجي ياخذ مثلا سطر سطرين ثلاثة عشر إلى آخره. ما معنى قوله تغيير بائع جائحة الثمرة؟ نعم بأصابتها آفات سماوية مثل الجراد أو مثل المطر الشديد أو البرد، ما الذي يضمن؟ كيف تضمين البائع جائحة الثمرة؟ كيف تضمين البائع جائحة الثمرة؟ كيف تضمين البائع جائحة الثمرة؟ يعني ماذا؟ يعني إذا أصابتها جائحة من اللي يتحمل الضرر؟ البائع ولا المشتري؟ البائع يتحمل الضرر، البائع كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ سؤال واضح، أسأل ساعة عشان أوضح لنا سؤال واحد، واحد يظن بياخذ تطبيقات كثيرة لكن طيب. تقول العلماء والفقهاء يعني استنبطوا التعليل، لماذا ضمن النبي صلى الله عليه وسلم البائع جائحة الثمرة؟ لماذا ضمن النبي صلى الله عليه وسلم البائع جائحة الثمرة؟ لماذا عللوا ذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ أليس قد باعها؟ لا. أليس قد باعها؟ فكيف ما هو باعها؟ كيف ما هي ثمرة وقد باعها؟ أجيبه.
كيف يبني الثمرة والفصل معها؟ هذا سؤالين أجيب عليه. هل في جواب؟ إذا ما كان في جواب يقول ما عندنا جواب. الفكر والجواب. طيب، استنبط أهل العلم أن أقول الآن إذا أصابت الثمرة جائحة، آفة سماوية، أصابها برد شديد أو أمطار أغرقتها أو جراد أكل هذه الثمرة، كل هذه الثمرة أو أكثرها، الذي يتحمل الخسارة هو البائع، وعليه أن يعيد الثمن للمشتري. انتهينا؟ واضح؟ ها؟ الجواب لماذا يتحمل البائع؟ هذا معنى قولهم لماذا يضمن البائع الثمرة؟ لماذا يضمن البائع جائحة هذه الثمرة؟ لماذا يتحمل البائع الخسارة؟ ها؟ لماذا على البائع أن يعيد الثمن إلى المشتري ويتحمل هو الخسارة؟ لأنه باعه، لماذا؟ ها، سؤال واضح الآن ولا شو واضح؟ السؤال واضح الآن؟ هل السؤال واضح الآن؟ نعم، هو صلاح الثمرة، هذا معنى انتهينا منه الآن. أخت تسأل عن صلاح الثمرة، هذا انتهينا منه الآن. الآن الثمرة أصلا بيعت بعد بلوغ صلاحها، جيد، والحب بيع ها بعد اشتداده، ما في إشكال، لكن حتى بعد بلوغ صلاحه لما بيع وقال المشتري حياك الله تفضل في المزرعة، خذ كل يوم تعال خذ المحصول اللي اشتريته أنت، والمشتري سيأخذه شيئا فشيئا، سيجده شيئا فشيئا. في هذه الأثناء أصابت هذه المزرعة آفة سماوية، غرق أو جراد أو برد شديد أتلف الثمرة أو حر شديد أتلف الثمرة إلى آخر ذلك من الأنواع. طيب، نحن هو اللي قول الآن، هذا هو الدليل، هذا الحديث هو الدليل. إذا منع الله الثمرة فيما تستحل مال أخيك، يعني يجب عليك أيها البائع أن تعيد الثمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البائع يجب عليك أن تعيد هذا الثمن للمشتري. هذا ما هذا منتهين، هذا لا لا لسنا نسأل عن ذلك، لسنا نسأل عن حكم. يقول ما الحكمة؟ لماذا؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم طلب من البائع أن يعيد الثمن إلى المشتري؟ واضح سؤالي؟ واضح سؤالي ولا واضح؟ لا حلو. طيب، فكروا في هذه المسألة حتى يجب على الهاتف. لا، ليس هذا الجواب. النقطة اللي تجيب على المقفل المعذرة، معذرة معذرة، ما أدري كيف أقفلت المحادثة. لا، اي نعم، الان يمكن في الكتابه ولا لا؟ لا، لكن نقفل الكتابه على الان. لا، الاخت اللي جاءت قالت في عدم امن العاهه، هذه ليست هذه العله، هذه عدم امن العاهه. اذا قلنا لا يجوز بيع الثمره، احنا نقول في البدايه لا يجوز بيع الثمره حتى يبدو صلاحها، لا يجوز بيع الحب حتى يشتد. لماذا؟ ما العله؟ ها؟ لأننا لا نأمن العاهة قبل بدو الصلاح، هذا انتهينا منها. نحن قلنا الآن البائع بدأ صلاح الثمرة، ركزوا معي، بدأ صلاح الثمرة واشتد الحب،
يجوز بيعه لما يجوز جاز بيعه. باع الرجل باع على زيد بن الناس، ما يخاف ما في مشكلة، باعه على زيد، باعه بعد أن بدأ صلاحه، ثم بعد أن باعه قال المشتري تفضل المزرعة خذ المزرعة تحت أمرك، يعني كل يوم تعال خذ من المحصول ما تشاء. ثم بعد ذلك أصاب هذا المحصول آفة سماوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبائع أعد الثمن للمشتري، أعد الثمن، لا يجوز أن تستحل مال أخيك، عليك أيها المشتري أن تتحمل هذه الخسارة ولا يتحملها المشتري، يتحملها البائع ولا يتحملها المشتري. لماذا؟ ما العلة؟ ما الحكمة من ذلك؟ سبحان الله. لا خطأ، ما باع قبل بدون صلاحيات، ما باع قبل بدون صلاحيات. تتبون معي، تعطون أنتم، تعطون جواب يدلكم، يعني تسبقون الدخول ولا تنتبهون لما أقول. مع السلامة. ما باع قبل بدون صلاحيات، ما باع قبل، باع بعد بدون الصلاح، باعها وهي ناضجة، ها، ثم حدثت لها آفة سماوية بعد البيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد الثمن أيها البائع للمشتري. لماذا البائع يعيد الثمن للمشتري؟ ما الحكمة؟ بما علل العلماء تضمين البائع جائحة الثمرة، وما لماذا لم يضمنها المشتري؟ لماذا ضمنها البائع المسكين وحده؟ ها، لا هي أصيبت الآن بالثمرة، مو فيها عيب وفاسدة، في أصيبت بسبب الجائحة السماوية، أتى جراد وأكل كل الحب في السنة دي، أو أتى برد شديد وأتلف كل التمر الذي في رؤوس النخل، ما فيها عيب ولا فيها شيء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم البائع أن يعيد ثمن المشتري. لماذا؟ يروح الوقت كله في سؤال واحد. طيب واضح؟ طيب. يعني هل أعجل أياكم جواب؟ طيب جواب موضوع عندكم في المذكرة المفرغة عندكم، هذه في تقريب صفحات يختلف عندكم. المحاضرة العاشرة معي أنتم، المحاضرة العاشرة معروف أنه يعني أتينا بسؤال خارج المنهج، هو موجود في صلب المنهج عندكم، صلب المحتوى. معكم المذكرة، معكم المذكرة المحاضرة العاشرة، المحاضرة العاشرة. طيب بعد قول المحاضر ننتقل بعد ذلك إلى مسألة مشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة وضع الجوائح.
تقريبا في منتصف المسألة من قول المحاضر: فقد علل العلماء تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رؤوس النخل بالتخلية هو في الحقيقة قبض غير تام، فهو كما لو لم يقبضها، يعني يسمى قبض حكميا، قبض غير تام. هذه العلة، هذا هو السبب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه بيعت الثمرة، هذه الثمرة بيعت بعد غلو صلاحها، لماذا يتحملها البائع ولا يتحملها المشتري؟ لأن القبض حقيقة غير تام، ما تزال في أمهاتها، ما تزال في ملك المشتري. وجدت الجواب؟ ها؟ وجدت الجواب؟ نعم، يمكن أن عندي النسخة الإلكترونية يعني آتي دائما. حقيقة إذا كنا سنمشي على هذا الوضع معناته أنه يعني سيضيع وقتنا في في جواب واحد، يعني نلحلح جوابا واحدا واضح وضوح الشمس، ومع ذلك يعني كيف ضاع وقت المحاضرة في جواب واحد. صفحة كم؟ صفحة 48، صفحة 48 في المذكرة معكم، الله أعلم. في أولها، في السطر الخامس، في صفحة 48 في أولها، في السطر الخامس. لا، ليس صفحة 46، صفحة 48، صفحة 48، السطر الخامس. وجدتموه؟ طيب، ما العبارة؟ اكتب العبارة 260، اكتب العبارة 260. نعم، من العبارة التي وجدتها؟ نعم، نعم، هذه يعني أن الحقيقة أن قبض المشتري قبض غير تام، قبض المشتري لهذه. لماذا البائع يضمنه ولا يضمنه المشتري؟ الآن هي دخلت في ملك المشتري، يعني إذا اشترى هذه الثمرة مستعملة دخلت في ملك المشتري، لكنه بما انه ما قبضها فعلا، هذا لا يستطيع. مو مثل السياره، انا اشتري سياره اخذها اذهب بها الى بيتي، فاشتري بيتا مثلا اخذ المفاتيح وادخله، لكن هذا المزرعه اصول هذه المزرعه وارضها للبائع، هو باع الثمر الذي في الشجر فقط، قال تعال خذ الثمر الذي في الشجر. الان ما تزال المزرعه في قبضه البائع، بالتالي هذا القبض ليس حقيقيا حتى نقول أن المشتري هو الذي يضمن. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضمن البائع، ضمن البائع ولم يضمن المشتري، جعل البائع هو الذي يتحمل الخسارة ولم يتحمله المشتري. يعني لو أنك
تصيعون معنى في الإجابة. وش اللي يزيد ثمارها؟ وش اللي يزيد ثمارها؟ يزيد ثمارها هو المشتري اشترى هذه الثمرة، البائع مكنه من أخذ هذه الثمرة، هل قبضها المشتري حقيقة؟ ما قبضها حقيقة، ما قبضها، وصحيح مكنه منها، ونسميه في نحن قبضا حكميا، نسميه تخلية، لكن الحق أنها ما قبضها، ولهذا ما يتحمل الخسارة فيها. واضحة؟ طيب، راحت محاضرة كاملة ضاعت على سؤال واحد. واضح ان شاء الله، بعد ما ضيع الوقت في توضيح. طيب، مع ان كلام الشيخ واضح جدا، يعني واضح جدا، انا لاحظ ان تحتاج الى بذل جهد في القراءه هو يعني المتابعه، يعني كلام المحاضر واضح جدا، ويعني حتى لا يحتاج الى مزيد شرح، نحتاج نزيد تطبيقات مباشره ونجيب عليها حتى يعني نأخذ تطبيقات أكثر. طيب، ثم تكلم المحاضر بعد ذلك عن تلف ثمر فعل آدمي، ليس الفعل ليس بسبب جائحة، ليس بسبب جائحة سماوية، وإنما فعل آدمي، يعني أراد مثلا سواء كان فعل آدمي هذا عمدا أو كان خطأ، فالمشتري يخير في هذه الحالة بين أن يفسخ البيع لذات السبب الذي قلناه سابقا، لأن يده على هذه البذرة ليست يعني قبضة حقيقية، وإنما هي في قبضة البائع، يفسخ البيع ويسترد الثمن والبائع يعود على هذا المسلم، أو أنه مباشرة يطالب البائع يرجع البائع المسلم في يطالبه بضمان الأسلف، وبين أن يمضي المشتري البيع ويطالب المسلم بدل ما أتلفه. إذا كان التلف يعني آدمي فإن المشتري مخير بين يفسخ البيع وطالب البائع بالثمن، والبائع يرجع على المتلف، ومع قولهم يرجع على المتلف، ومع قولهم البائع يرجع على المتلف، إذا تلف يعني آدمي، ها، المشتري مخير بين يفسخ البيع ويأخذ الثمن، والبائع هو اللي يرجع على المتلف ببدل ما أتلف، أو أن المشتري يمضي البيع ويذهب يطالب المتلف مباشرة. إذا ثبت تفريط، إذا ثبت تفريط المشتري في قبض هذه الثمرة، إذا ثبت تفريط المشتري في قبض الثمرة بعد تمام وجهها، فإن أهل العلم يقولون أن البائع لا يضمن هذه الجائحة، لا يتحمل الخسارة التي أصابته، لأن التفريط المفرط أولى بالخسارة، المفرط أولى بالخسارة. طيب، إذا استأجر أرضا ليزرعها، استأجر أرضا ليزرعها، فزرعها ثم تلف الزرع، تلف الزرع بآلة السماوية، هل يتحمل المؤجر وضع الجوائح كما قلنا في البائع؟ الجواب لا، لا يقاس المؤجر على
البائع. لماذا؟ لأن مالك الزرع حقيقة هو المستأجر، مالك الزرع هو المستأجر، لهذا هو الذي يتحمل الآفة. وهذا يعني بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن قدامة رحمه الله تعالى. هذا سؤال، هذا سؤال أشار عند نهاية هذه المحاضرة، ونخفي الإشارة في المحاضرة القادمة. حياكم الله. استأذنك على الإشراف في الحاضرة عشر على الجن أهل يعني يكون ينفعنا إلى ولي ذلك القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.